طلع عاد. شوفوا يا شباب شلون تعرف الحجر مو بصلي. شوفوا شوفوا وين ياصل. ياصل نص الساق. طبعا اخواني انا ما احب حجول لكن بوريكم انا. هذا الحين بحاول اني اطلعه بدون قص. يعني من خلال الرجل هذه محاولة، اذا ما ذاب راح اشيله. طبعا الطير عنده ضعف هنا بالرجل هذه، ما يتكي عليها زين. لكن ما عنده كسر، عنده مشكلة هنا بالمفصل هذا. فانا اعطيهم قوي عصب، بس الحين بنحاول نطلع هذه، هذه تشوفون هذه. هذه تشوفوها المنطقة هذه نطلع فوق نص الساق، تشوفون؟ شوفوا شلون. شوفوا الحجل وينه. شوفوا وين الحجل، تشوفون؟ هذا حجم مبسط. شوفوا شوفوا شلون دخلت الاصبع، شوف. شوف. بصيت يا معلم. طيب. ما يحتاج بازلين مدري شو. ها. وراه عند عجوز انت. كفو. كفو والله يا شوف شوف رجله يمكن جاه شيء، شوف يمكن جاه شيء رجله. لا ما شاء الله لا اله الا الله. جعل الله هذا 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 بسميه اسم ذا. عطوا اسم، ترى له اسم وبغيره. اي لا لا بسميه كنيور العرانه. لا لا خلاص ايش رايك؟ والله انت كنيور العرانه. ها كنيور العرانه. كنيور العرانه اعتبر. ما شاء الله. شوف ها شوف رجله شلون. ما شاء الله تعال. ما شاء الله. طار لمي ها.